لسير العملية الانتخابية. نمشيو مع فوزي بن إبراهيم مباشرة من الهيئة الفرعية للانتخابات بناب الواحد. مرحبا بك يا عم فوزي. مرحبا بك كابين مرة أخرى. مرحبا مستمعين راديو مان. فعلا أمين أنا متواجد تو في مقر الهيئة الفرعية لانتخابات ناب الواحد ومعايا في خالد زيد عضو الهيئة الأستاذ عفوا خالد زيد عضو الهيئة الفرعية. أمين أنا كنت في جولة حول مدارس في نابل وفي بخيار. الريتم قوى أكثر من قبل، فما حركة كبيرة، فما إقبال على المكاتب تقريبا معنا أكثر من السباح عماله، فما تزايد كبير وشباب وقهول. المرة دي شفنا حاجة متنوعة مش كما قبل، معناتها فما كان الفئة العمرية الكبيرة في الوقت هذا. طيب إذا تعدينا سي خالد ناخذ من عنده بعض هو تقريبا أول نتائج مش ناخذها أحنا أمين قداش عنا تقريبا. سي خالد مرحبا بك. مرحبا صباح الفل سي خالد. مرحبا بك سيدي، امورك طيبه؟ عايشك ربي فضلك، يعطيكم الصحه على الخدمه. الحقيقه ضغط كبير عندكم نعرف مليح، وانتم جنود الخفاء ربي يعاونكم. اي قل لي سيدي، لو كان ناخذ بعض المعطيات الاوليه اللي توفرت لسيادتكم في سير العمليه الانتخابيه في ناب الواحد. تفضل سي أمين. بالنسبة للبداية بدأت بكل صراحة بدأت محتشمة شوية عادي. بعد مع طلوع النهار بدأت العملية، بدأت الإقبال يزيد بكيفية قداش؟ احنا إلى غاية العشرة ونص نتاع الصباح ثم بالنسبة نسبة بين 10 و15%. وهذا يظهر لي أكثر من حتى الانتخابات الرئاسية. صحيح تعرف اللي دو في الانتخابات الدورة الثانية التشريعية عفوا الرهان ممكن واضح بين زوج مترشحين بركة، ربما في الانتخابات الأخرى الرئاسية الأولى أو التشريعية كانت ما هيش واضحة الأمور، المنتخب نتاع الناخب تفكير مبعثر نوعا ما العديد من المترشحين. تو اللعبة كيما نقولوا واضحة بين زوج مترشحين، دونك الناس ماشية للتنتخب عارفة روحها وين ماشية. دونك باهي برشا نسبة الإقبال إذا إلى حدود العاشرة والنصف. هي أي سيدي تفضل. كنت نداء للسادة الناخبين الكل باش يلتحقوا بمكاتب الاقتراع ويبلغوا اصواتهم ويصوتوا للي يروه مناسب. احنا المهم نسبه المشاركه نحبوها تكون اكبر من هيك ان شاء الله، وهي تكون انجح العمليه الانتخابيه واكثر كريديبل بكل صراحه. طيب حبيت نسال زاده حول بعد اذنك استاذ زيد، حبينا نساله على عدم وجود الملاحظين في برشا مكاتب اقتراع، وهذا أثر استياء المجتمع المدني كيف زاد تخوف بعض المواطنين. ولا شيء من استغربنا من هالبيان اللي قاعد يوقع ترويج ودولي الهيئة هبطت بيان مضاد تأكد فيه أنه ما كان وقع تمكين جميع الملاحظين اللي تقدموا بالمسار متاعهم من الاعتماد متاعهم ومتواجدين في المكاتب الاقتراع على عكس ما قاعد يتروج. وإحنا على كل حال حتى الملاحظين تاعنا لاحظوا وجودهم وراقبوا وجودهم وهم متواجدين. حتى الصحافة هي بيدها قاعدة تأكد أن الملاحظين هذوما موجودين. لا فما مكاتب اللي ما لقينيش فيهم، راهو خلينا نكونوا واضحين، فما مكاتب اللي ما لقينيش فيهم ملاحظين، ولكن عملية المراقبة موجودة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فما مكاتب اللي موجودين فيهم وكلمونا حتى مراسلينا وكانوا على عين المكان. ربما سي أمين احنا كل حاجة نحكيو على ناب الواحد بالنسبة لمرجع النظر نتاعنا، المراقبين كل متواجدين في جميع المكاتب وما جاتناش حتى تشكيات. باهي أمين سيدي أمين حسب المكاتب اللي زرتهم، وما باش نحكيك بالضبط يا أمين سمتوا صادقين، زرت الحبيب سامر، زرت مدرسة سيدي عاشور و2 مارس واحد، زرت ابن خلدون، وباش نتوجه تويكا لديار بن سالم. على حسب المكاتب اللي شفتهم أمين متواجدين، الاتحاد العام التونسي للشغل متواجد،
ديجا في ديكلاراسيون الاخبار باش نهبطها، معنا مراقبين تحدى عن تونس الشغل، المراقبين الاوروبيين شفتهم متواجدين، مراقبين ملاحظين زاد في المكاتب، شفت زوج ملاحظين ديما نلقى زوج ملاحظين في المكاتب ولا ثلاثه من الناس، ما نجمش نسالهم انا نقول لهم انا واحد خاطر ما عنديش حق باش نسال، نشوف اللي فما متواجدين ملاحظين نحكي لك عن المكاتب اللي درتهم انا، مازلنا باش نشوفوا دير بن سالم اللي حقيقه معناها ما تعرف اللي موجود احنا نقولوا واضح حاجه نوصلوا الميساج نتاعنا للمستمعين اللي موجود. واضح شكرا لك يا عم فوزي بارك الله فيك ربي يوفقك، واحنا باش نتابع معاك سير العمليه الانتخابيه وبعد شوي سيدي اذا مازال عنده يذول لي ما يقول حاجه فوزي اي باش ناخذوا في انتظار نستنى توفي اللي زي باش ناخذوا تقريبا بالضبط بالضبط قداش معناها معناها نسبه المقترعين بالضبط من ما عند سي العروس وسي خال باه نقعد نستناك معناها ما يسالش لا بعد ما ندخل باهي هيا سيدي مرحبا 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 شكرا لك فوزي بن ابراهيم خليني نمشيو من نابل نمشيو